باش نواجه الدولة اللي كان ضروري نواجهها وغادي نواجهها. هذه اللي خدنا نقول لكم، وبأن الحقيقة غادي نفرضها. مشكلنا وانا ما يكونوش يجابوها ادخيتينا هذه باهي شي برو شي 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 جلسة سرية. فهمتني؟ المال انا ما كرهتكمش تدخلوا انتم في الصحافه ما تسمعوا داكشي اللي غادي نقولوا لكم. باش تكون الامور واضحه، راه ما داروا اللعبه هما الراضي مسكين. راجل كيبيع على بيغاسيوس وعلى سبيات وعلى اسرائيل وعلى خرق الحياه الشخصيه وخرق الهواتف ديالكم. انت ما انتم الصحافيين كنتوا الصحافيين المناضلين. انت جابوا لي واحد خيتنا ولصقوها باش ينسيونا في العمل الحقيقي والمهم، وهو انه هناك سلبيات ديال بيغاسيوس وهما هو الذي فتحهم. عاد كي ليكم داروا لنا نفس اللعبه بغا يدير نفس اللعبه ما طاحش في الفخ. انا مشكلتي واضحه، مشكلتي سميتو ذهب ديال طاطا الفلوس ديال الفوسفات. وشكرا سي زيان. سي زيان دور عدنان، دور عدنان ثاني جا سي زيان. واخا تكبر سي زيان قاد الكاميرا ما خليناش. خليك 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 تما خليك تما. شوف انا سي زيان خليته في الوسط سي زيان. هبطوا لي ميكرو، هبطوا لي ميكرو. واخا تكون لايك ديال سي زيان. الحيوان انا غادي ندور هكا وهكا. انا كندور، انا ماشي كوديا. ما فهمتش كنت بصر وكندور. نعم قلت لكم الاخوان انا راني جيت لاول جلسه وبحال اللي كتشوفوا. زين خليك غير الوسط زين. زين خليك غير الوسط. يلاه اخوان انا جيت هذه اول جلسه، بغيت نقول لكم بانه النيابه العامه اللي تبعت هذا التحقيق راه استعملت الشرطه القضائيه لمده سنه 11 شهر وزياده بوسائل من الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه بالوسائل ديال الدوله. انا كنتمنى انهم يعطوني 3 سنين لان انا عندي غير وسائل ديال الدفاع وديال الشعب، ماشي يعطوني 3 ايام. هذه من جهه. من جهه ثانيه انا كنخاف انهم عاوتاني يمشيو يبغيو يديروا جلسات سريه. هذا علاش جابوا شي اميره ولا شي اميره ولا ما عرفش شنو هي باش يبداو يديروا الجنس كذلك فحال اللعبه اللي داروا مع عمر الراضي اللي خرجنا من بيغاسيس ومتبيعات ديال اسرائيل ودخلوا لينا واحد خيتنا كتقول لك راه اجهاض ولا اغتصاب ولا ضروري ديما كيديروا الحيله ديال الجنس باش كيشدوا المحكمه على الراي العام الوطني باش ما يعرفوش اش وقع. ولكن انا غلطوا معايا لان استعمل جميع الوسائل وجميع الحيل باش نبلغ الحقيقه للشعب الوطني والراي العام الوطني. هذا كنقول لكم نتمنى انها تكون محاكمه القرن لانه غنستعمل جميع الوسائل اللي كيعطيني القانون باش ندافع على نفسي. وشكرا. شكرا لك. شكرا الاخوان انا كنظن بانه الحيله ديال ما يسمى لا تيستي هو ديك البوليس السياسي بان ملي كيكون كاين شي قضيه وعندنا المثال ديال عمر الراضي كان كيدو على بيغاسيس وعلى تبيات وعلى اسرائيل وعلى خرق الحياه الشخصيه ديال عباد الله والتصنت على الهواتف بصفه غير قانونيه. جابوا له واحد خيتنا بدينا كنديو على الاغتصاب ونسينا المهم. انا كنظن جابوا لي الاميره ولا مرات امير. في الاول قالوا لك مرات امير اماراتي، دابا كيقول لك زوجة الشيخ. هذه جابوها بالعاني باش يفلتوا القضيه المهمه هي القضيه ديال الفيديو ديال الدوليز، وثانيا الشكايه ديال وزير الداخليه. ولكن انا غنستعمل جهدي كله باش نرجعوا للطبيعه، وغادي ندير جهدي كله باش يمكن لكم تدخلوا باش الراي العام الوطني يعرف الحقيقه ديال هذه البلاد هذه وديال هذا الملف. وشكرا. انا
شوفنا شوفنا سي زيان شوفنا هايا نانا شي مزيان ماما هاك ماما نعمل سي زيان يلا بغيت الناصر ان شاء الله ناصر الشاب عمره ما كيفشل الشاب ديما نجح ما تخافوش الضل ما كيبغي حد النصر الضل ما كيبغي حد وماشي انا اللي غادي يظلموني ما ساعه تخلقت البارح متابعينا الكرام متابعي الموقع منبر 20 كما كتشوفوا دخول محامي زيان الجلسة المحاكمة اللي غتكون بعد قليل بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط العاصمة. متابعينا الكرام متابعي الأوفياء متابعي الموقع منبر 20 كما كتشوفوا في هذه الأثناء جلسة المحاكمة المحامي زيان. متابعينا الكرام استودعكم الله ولا تداود الى مباشر تالي ان شاء الله وشكرا لكم على المتابعه دمتم بالف خير والى اللقاء. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.